الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، عاونونا عاونونا الله يرحم والديكم. خويا هاد السيدة مرضات وانا الجوج ديالها وما لقيتش اخويا اللي في كتافي الا الله سبحانه، كندير لها ليكوش ما كنخلي ما ندير، نقولها البرا موكلها الفانيد موكلها حتى الماكله، ولا خطيت انا راه ما كاينش اخويا اللي عرفه الا الله، وما حنين اخويا واحد التمحينه ديال الله والحق، ونحمد الله ونشكره اسامل الكرا اخويا ما كنخلصوش، ما عنديش باش نخلص. مرضات اخويا الطونسيو قالت كتعصب تتبوش على عرق، رقد عليها النص ديالها ما كتنوض دابا ما والو، لا ما هزيتها ما تنوضش. الوضعيه ديال اخويا الجيران اللي واقفين معاه الله يجعل ربي يسترهم، ومولات الكرا خويا راه ما كتقول لها لا خلصي لا والو، من شهر ربعة ما عمرها خات من ريال. وكنت اخويا خدام ريحت من الخدمة وليت كنبيع ونشري شي حويجات، وملي مرضات اخويا راه ما بقاو كيبانو ليا لا حويج لا خدمة لا والو. هاد الحال اللي شتيني فيه راه ديما بحال هكا، ديما حداها نوكلها ندير لها لي كوش ما نخلي ما ندير. بغيتها ترجع لصحيح حتى اخويا، هادشي اللي كنطلب. تغلبت اخويا والله الا تغلبت بزاف كاع ماشي شويه، ماكله راه الجيران اللي كيجيبوها لها مسوسه كتاكلها.